امال ايه بقى المطلوب دلوقتي؟ اول حاجه عايزين نعملها هيخش لوزر نيم ويخش مين بباسورد ويعمل ايه؟ لوجن. لو كان اليوزر نيم غلط ارد عليه واقول له اليوزر نيم بتاعك غلط. لو كان اليوزر نيم صح هدخله وافتح له الشاشه دي بس مبدئيا. ده مبدئيا خالص. طبعا لسه هتاخد مننا وقت طويل. لسه هتاخد مننا وقت طويل. عشان نقدر نعمل الحاجه النقله دي. هنبدا مبدئيا ان احنا مش عارفين ازاي نوصل اصلا للموضوع ده مع شاشه اللوجن مش مع الشاشه دي خالص مع دي الشاشه دي. عايز اعمل ايه مبدئيا لما ادوس على زرار اللوجن ده؟ عايز اعمل اتصال بقاعه البيانات مبدئيا لسه في البدايه خالص. الاول اقف على اليوزر نيم ده على التكست بوكس بتاع اليوزر نيم واسميه تي اكس تي يوزر وابع التكست بوكس بتاع الباسورد ده بسميه تي اكس تي باس واقف على الزرار ده بسميه بي تي ان لوجن وعايز لو حصل اي حاجه يطلع لي الرسائل يطلع لي الرسائل في ليبل هنا مثلا يا اما مسج بوكس زي ما انت تحب. انا مش حابب مسج بوكس عشان ان هو ده اصلا شكله شكل صغير زي المسج بوكس اساسا. فنزل هنا ايه ليبل هنا اسميه ال بي ال مسج عشان بطلع فيه الرسائل عشان بطلع فيه الايه بس مش عايز يبقى مكتوب في كلمه ليبل اربعه كده امسحها بس هيختفي ما يهمكش. لما مسحتها هتحس ان الليبل بوكس بقى ايه بقى نقطه صغيره على الشاشه مش مهم بس هو موجود بس ما فيهوش حاجه فايه حجمه ايه حجمه صغير عشان ما فيهوش حاجه. حاجة تانية قبل ما ابدا ابرمج انا كنت عايز الشاشة دي يبقى الكلام مش اسود اقف كده في اي حتة فاضية واروح على الفور كلر واختار لون الكتابة يكون كده. واخش بقى على مين؟ على زرار اللوجن. دبل كليك على زرار اللوجن فتح لي. فتح لي اهو. عايز اعمل كونكشن على قاعده البيانات. طيب قاعده البيانات دي معموله بالاكسس والبرنامج ده معمول بالايه بالفيجوال. ازاي تخلي الاثنين يكلموا بعض؟ الفيجوال بيتكلم بلغه اسمها فيجوال بيزك. الداتابيز بتتكلم بلغه اسمها اس كيو ال. اكنك بالظبط يا عم عمرو بتعمل ايه؟ جبت واحد بيتكلم عربي وجبت واحد بيتكلم ايطالي وعايزهم يتكلموا مع بعض. يتكلموا مع بعض ازاي؟ اجيب مترجم في النص. لازم حاجه في النص تترجم. لما ده يتكلم تقول له ده بيتكلم بيقول كذا ولما التاني يتكلم يقول له ده بيقول كذا فده يفهم ده بيقول ايه وده يفهم بيقول ايه. يبقى لازم في النص حاجه تفهم اللي على اليمين اللي الشمال بيقول ايه وتفهم اللي على الشمال اليمين ده بيقول ايه. صح كده؟ طيب الحاجه دي اسمها اي دي او. الحاجه دي اسمها اي دي او اكتف سيرفر بيج. اي دي او اكتف اكس داتا اوبجكت. ما علينا. يعني ايه دي؟ هقول لك دلوقتي. الوسيط ده اللي احنا اتفقنا عليه شباب زي ما اتفقنا اسمه اي دي او دوت نت. اسمه كده اختصار لكلمه اكتف اكس داتا اوبجكتس دوت نت. ايه بقى دي؟ قال لك دي عباره عن مكتبه من الاكواد. تقول لي يعني ايه عباره عن مكتبه من الاكواد؟ مكتبه زي مكتبه كده بتاعت الكتب كده بس كل كتاب في المكتبه دي بيعمل حاجه غير التاني. بيعمل حاجه غير الايه؟ غير التاني. اما تحب تعمل كذا خد الكتاب ده، لما تحب تعمل كذا خد الكتاب ده، لما تحب تعمل كذا خد الكتاب ده. خلاص؟ لا خاص باي حاجه بتاعت دوت نت. هو مختصه الاي دي او دوت نت دي سؤال مهم مختصه ان هي تفهم اي داتابيز. اي داتابيز يعني نفس الفكره دي بتشتغل على الاكسس، هي بتشتغل على اسكول سيرفر، هي بتشتغل على الاوراكل، هي بتشتغل على ماي سيكوال. بتفهم اي داتابيز
بتفهمها ازاي تتعامل مع لغه برمجه دوت نت، مع اي لغه برمجه دوت نت. يعني لو احنا هنشتغل سي شارب نفس الفكره، لو هنشتغل سي بلس بلس نفس الفكره، هنشتغل سي شارب نفس الايه، نفس الفكره، نفس الكود، بس ممكن شكل الكتابه مختلف. يعني احنا بنعمل دايم هناك ما بنعملش دايم، بس لازم نعرف كونكشن، لازم نعرف نفس الافكار، نفس نفس الشرح واحد، لكن شكل الكتابه هنا بتكتب دي قبل دي، هنا بتكتب دي في الاخر سيمي كولون، هنا ما بتكتبش سيمي كولون. شكل الكتابه بس، شكل الكتابه بس المختلف، لكن نفس المعنى نفس المفهوم. خلاص، اول كتاب احنا قلنا مكتبه لايبراري، مكتبه خاصه بالاكواد. اول كتاب في المكتبه يعني اول كلاس، ساعات بيسموه كلاس، هو الاسم الصح كلاس، بس احنا نعتبره كده عشان نبقى فاهمينه، اكنه اول كتاب هنتعامل معاه في المكتبه دي. كتاب اسمه اولي دي بي كونكشن، اسمه اولي دي بي كونكشن. كونكشن ده اللي هو بيخلي برنامج زي الفيجوال بيزك يقدر يتصل بالفعل ببرنامج زي مين، زي الاكسس، زي مين لسه بقى يتعامل معاه، لسه يتعامل معاك دلوقتي، بس مجرد الكونكشن ده. الكتاب الاولاني اللي نقدر نتكلم عنه اسمه اولي دي بي كونكشن، اولي دي بي كونكشن. ثواني عليه، وسميته مثلا احنا هنقول دايم الاول، احنا فيجوال بيزك ماشي، دايم سي او ان ان از نيو اولي دي بي كونكشن. عرفت متغير بنيو زي ما كنا نعرف الراندوم كده، وسميته اولي دي بي كونكشن. طلع لي ايرو تحت كلمه اولي دي بي ايه كونكشن، قال لي كلمه اولي دي بي كونكشن دي مشكله. ليه؟ قال لي عشان ممكن الاقيها موجوده عندي كذا مره. قلت له ازاي كذا مره؟ قال لي افتح هنا كده فتحت. قال لي لازم اولي دي بي كونكشن دي انت تقصد اولي دي بي كونكشن اللي سيستم دوت داتا دوت اولي دي بي دوت اولي دي بي كونكشن. قلت له يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي بص، احنا اتفقنا دي مكتبه، المكتبه دي اكيد طبعا فيها كتب كتير فمترتبه، فايه مترتبه، مترتبه ليه؟ قال لي لان ممكن تلاقي مكاتب تانيه وحاجات تانيه، ممكن تلاقي الاسماء دخلت في بعض، ممكن اسماء تخش في ايه في بعض، فانا مرتبهم رفوف. مرتبهم ايه؟ رفوف. يعني ايه مرتبهم رفوف؟ قال لي يعني على الرف بتاع سيستم هتلاقي جواه رف اسمه داتا، جوه الرف اسمه داتا هتلاقي فيه فول، فيه درج اسمه اولي دي بي، جوه الدرج اللي اسمه اولي دي بي هتلاقي مين؟ اولي دي بي كونكشن. هو مرتبهم كده ترتيبات كده عشان ما تبقاش المكتبه سايحه على بعض، عشان ما المكتبه سايحه ايه على بعض. فقال لي لازم تقول لي الاولي دي بي كونكشن ده اللي هو موجود فين بالتفصيل. فهمنا؟ في المكتبه اللي اسمها كذا جوه الجانب الفلاني، او في الدرج الفلاني، او مش عارف اسمه ايه، الرف الفلاني، جوه الرف دوت هتلاقي فيه درج فلاني بالتفصيل، بحيث لما تقدر توصل من غير اي ايه غير مشاكل. فقال لي اولي دي بي كونكشن ده مشكله، ما تقوليش اولي دي بي كونكشن كده وتسيبني كده، لازم تقول لي اللي موجود على انه رف. فاقول له ده قصه، ده بيجي من فولد، من مكان اسمه سيستم دوت، مكان اسمه داتا التعامل مع البيانات دوت، مكان اسمه ايه درج اسمه اولي دي بي دوت، حاجه اسمها اولي دي بي كونكشن. يا مشوار، لان الفيجوال بيزك مليان مكاتب، مليان مكاتب، مليان. اولنا كده سيستم دوت داتا، عارف الرف ده؟ ده الرف بتاع التعامل مع قواعد البيانات لوحده، ده رف جوه المكتبه اصلا، ده رف جوه المكتبه. الرف ده فيه برضو ايه ادراج كتير. الدرج اللي احنا عايزين نتعامل معاه اسمه اولي دي بي. هو ايه بقى الاولي دي بي ده بقى؟ اولي دي بي دي اختصار كلمه حاجه اسمها اوبجكت لينكينج اند امبيدنج. طبعا دي بي دي انتوا اكيد فاهمينها، اكيد داتابيز. اوبجكت لينكينج اند امبيدنج داتابيز يعني ايه؟ ده نظام من الانظمه اللي كانت بتتيح او اللي ما زالت تتيح لينا ان احنا نتعامل مع اي نوع من انواع قواعد البيانات، اي نوع من انواع مين؟ قواعد البيانات، طبقا لنظام اسمه اولي دي بي. احنا ممكن نغير كلمه اولي دي بي ونخليها اس كيو ال كلاينت، وهنا اس كيو ال بدل اولي دي بي. دي في الحاله دي يبقى انت بتتعامل مع مكتبه التعامل مع اس كيو سيرفر بس، مع اس كيو سيرفر بس.
ممكن نغير خلينا هنا اوراكل اوراكل كلاينت وهنا ايه اوراكل كلاينت بقى كده اتعامل مع قاعده بيانات اللي نوعها مين اوراكل بس اما كلمه اولي دي بي دي حاجه ايه عموميه يعني اولي دي بي دي لو كتبناها هي هي تشتغل على اكسس هي تشتغل على اوراكل هي تشتغل على اس كول سيرفر هي تشتغل على ماي سيكول ما تفرقش معاها وصلت كده عرفنا يعني مكتبه الاولي دي بي ده نظام بيتصل باي نوع من انواع قاعده بيانات من غير ما احدد نوع معين يبقى احنا عرفنا ان سيستم سيستم دوت داتا دي كده وصلتني للرف بتاع ايه مكتبه التعامل مع قواعد البيانات وصلتني للرف بتاع مكتبه التعامل مع قواعد البيانات اللي اسمها ايه اي دي او دوت داتا رحت من المكتبه دي على الرف اللي اسمه اولي دي بي ده اللي بيتعامل مع اي نوع من انواع ايه قواعد البيانات قمت ادور على واحد اسمه اولي دي بي ايه كونكشن ماله اولي دي بي كونكشن ده بقى ده هو ده الكتاب اللي يقدر يخلي الفيجوال بيزك يتكلم مع مين مع قاعده البيانات اللي هي على سبيل المثال اكسس اللي هي على سبيل المثال اكسس حلو جميل تنظيم كويس عايز ازعل منه بس اسم الطويل ده هيخنقنا ولسه ده احنا اول كتاب من المكتبه دي ده احنا لسه ناخد 20 كتاب كل شويه قاعد اقول لك بقى الكتاب اللي جوه الرف الفلاني اللي جوه الدرج الفلاني ده قص صح فممكن اختصر القصه دي ممكن اختصر القصه دي اختصرها ازاي شايفين سيستم دوت داتا دوت اولي دي بي دي اكتها واحد يقول لي طب ما هيطلع لك ايرور اقول لك الكتاب ده جاي منين اقول له اه قبل كلمه بابليك كلاس دي قام عامل امبورت عارفين يعني امبورت امبورت يعني استدعي لي قال لي استدعي لي ايه قلت له سيستم دوت داتا دوت اولي دي بي استدعيها يعني الرف ده هات لي الرف ده هنا اول سطر خالص هات لي الرف بتاع اولي دي بي هنا عندي في الايه في الكود بتاعي خلاص يبقى اي كتاب اقول اسمه اقول اسمه على طول اي كتاب اقول اسمه اقول اسمه ايه على طول طالما ان انا استدعيت الايه الدرج كله كل الكتب اللي جوه الدرج اللي اسمه اولي دي بي خلاص بقت موجوده عندي يبقى انا كده اختصرت الكود بتاعي لسه في كل الكتب اللي هستخدمها فيما بعد في كل الكتب اللي هستخدمها فيما ايه فيما بعد لغايه انا في اي مشكله حد عايز يسال اي سؤال هنا ما كتبتش غير سطر واحد بس مهم جدا ان احنا نفهمه ويبقى دقيقين جواه او دقيقين فيه كده تمام كده تمام حلو قوي مين بيتكلم هيا قول واحد بس يسال عشان اعرف بتاكد على المعلومه مفيش وقت للتاكيد حلو جبنا مين الكتاب بتاع الاتصال ايه الكتاب بتاع الاتصال ده انا عايز اكلم زميل فلازم اجيب هنا ايه حلقه وصل خليني اقدر اكلم اتعامل مع مين مع زميل مثلا وليكن الموبايل هو ده طريقه التعامل او التفاعل ما بيني وما بين مين ما بين زميلي او على الانترنت دي طريقه التفاعل او التعامل ما بيني وما بين زميلي او هاخد ميكروباص واروح له المهم يكون في حلقة وصل ما بينه وما ايه؟ ما بينه. حلقة الوصل دي عندنا اللي هي مين؟ الكونكشن. حلقة الوصل دي عندنا اللي هي مين؟ الكونكشن. اعتبره الموبايل يعني، اعتبر الكونكشن ده اللي هو مين؟ موبايل. الموبايل اهو جبناه. وتمام وفي رصيد وكل حاجة شغالة وتمام زي الفل، الموبايل شغال 100%. ما فيهوش أي حاجة مش عايز منك أي حاجة. نعم؟ ازاي اقدر اوصل لزميلي ده السؤال بقى خلاص ده الفيجوال بيزك هنكتب الكود جوه الفيجوال بيزك الفيجوال بيزك ده عايز يوصل لمين لزميله الاكسس عن طريق ايه ما هو الفايل موجود من الداتابيز اسمه ايه ايوه ما هو ده الداتابيز ما الفايل ده هي الداتابيز اصلا عايز بقى خليك يتكلم ازاي بلاها يا عم الكمبيوتر خالص ركز معايا قلنا موبايل صح وانا عايز اكلم صاحبي ومعايا الموبايل موبايل حلو وفي كل حاجه ومشحون وفي رصيد وكل حاجه زي الفل وعايز اكلم صاحبي اعمل ايه اعمل امسك التليفون اقول له ايه يعني اتكلم ولا اعمل ايه اجيب رقمه يبقى انا عايز ايه رقمه ايه بقى رقمه ده بالنسبه لي بالنسبه لي دي حاجه بتعرف الموبايل ان انا عايز اتصل بده مش بده
ولا ده او ده مش ده، صح كده ولا ايه؟ يبقى عباره، يبقى الرقم الموبايل ده يا جدعان عباره عن ايه؟ عباره عن بعض المعلومات اللي بتوضح للموبايل انه واحد عايز اتصل بيه، ولا غلطان؟ قول. لا مش كده قوي كويس، بس مش كده قوي، اوضح لك لما اجي شويه، كمان شويه اصبر بس. يبقى هديله بعض المعلومات اللي بتوضح له ازاي يوصل لقاعده البيانات اللي انا عايزها. ما انا ممكن يكون عندي 20 قاعده بيانات عندي في البرنامج في الـ في الـ في الويندوز، صح؟ لا انا عايز انا الداتابيز اشتغل عليها، يبقى لازم اديله بعض المعلومات اللي توضح له ازاي يوصل لقاعده البيانات اللي انا عايزها. اسمها كونكشن سترينج، اسمها كونكشن سترينج. يعني كونكشن، كونكشن يعني اتصال، وسترينج يعني ايه؟ نص. يعني نص الاتصال، اكتب لي ازاي اوصل لصاحبي. لو اعتبرنا انها اوصل له بالميكروباص، يبقى لازم يكون معايا ورقه مكتوب فيها عنوانه عشان اعرف اوصل له. لو انا هخش من الانترنت، يبقى لازم يكون معايا ورقه مكتوب فيها الايميل بتاعه بالتفصيل عشان اعرف ايه اوصل له، صح ولا ايه؟ يبقى المعلومات توضح له ازاي اوصل للشخص اللي انا عايزه، بنسميها كونكشن سترينج. يبقى الكونكشن اسمه سي ان ان، احنا سميناه ده استحاله يعرف يوصل للداتابيز الا لو عرف بعض المعلومات اللي تفهمه ازاي يوصل لقاعده البيانات اللي اكسس اللي احنا عملناها. قلنا المعلومات دي اسمها كونكشن ايه؟ سترينج. كونكشن سترينج، فقول لها كونكشن دوت كونكشن سترينج بيساوي، واكتب ما بين علامتين تنصيص هنا، اكتب هنا بعض المعلومات التي توضح كيفية الوصول لقاعدة البيانات. لازم اكتب هنا شوية معلومات توضح له ازاي يوصل لقاعدة البيانات اللي انا عايزها. طيب لما كتبت بعض المعلومات اللي بتوضح كيفية الوصول لقاعدة البيانات، بقى عارف قاعدة البيانات، يعني بالاخر جبت الموبايل وكتبت رقم التليفون، ها اتصل بقى، اتصل بقى يا اخي، ايوه هو لازم تتصل بقى، لازم اقول له ايه؟ ادوس على الاتصال، صح؟ ادوس على مين؟ ادوس على الاتصال، فاقول له كونكشن دوت اوبن، واخ 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 واخ. طيب كونكشن دوت اوبن، لما اعمل اوبن كده كاني عملت ايه؟ دوست اتصال، دوست ايه؟ اتصال. واعمل هنا بقى كل الشخبطيش اللي انا عايزه هنا بقى، كل اللي هعمله مع الداتابيز بقى اللي هو لسه فيما بعد، ان انا بقى عايز اقول له ضيف، عايز اتاكد من يوزر نيم، اتاكد لي من باز، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، الكلام ده كله في الاخر بعد ما كلمت صاحبك وقعدت ترغي معاه وقلت له وقلت له وقلت له قلت له عايز تعمل ايه في الاخر؟ تقفل بقى. يبقى لازم اقول له في الاخر يا كونكشن دوت ايه؟ كلوز. يبقى هنا ايه؟ التعامل مع قاعده البيانات هيتم هنا. التعامل ده اللي هو اللي هو مثلا إضافة، تعديل، حذف، بحث، جري، أي حاجة، خلاص. وبعدين بقفل الداتابيز بتاعتي. أنا مش هعمل حاجة دلوقتي مع الداتابيز غير إن أنا أقول له مسج بوكس، أطلع رسالة بس وأقول له فيها تم فتح قاعدة البيانات. كونكشن دوت اوبن، اقول له تم فتح قاعده بيانات، واقول له كونكشن دوت ايه؟ دوت كلوز. طب لو حصل اي خطا ما عرفش يفتح قاعده البيانات هيضرب، هيطلع ايرور في وشك على طول. يعني دلوقتي احنا لسه كتبنا ايه؟ بعض المعلومات اللي توضح كيفيه وصول قاعده البيانات. ما ينفعش طبعا دي ما وحد يفتكر كده احنا كتبنا حاجه، لا احنا المفروض نشيل دي ونكتب بقى الايه؟ المعلومات. يعني لو جينا جربنا دلوقتي هيقول لي ايه اللي ايه هي المعلومات؟ انت بتهرج؟ انا عملت ستارت كده وجربت اي حد ودوست لوجن، دوست لوجن طلع ايرور على طول جوه، ميجي يعمل اوبن اقول انت بتهرج. اولا يعني ايه اصلا بعض المعلومات اللي توضح كيفيه وصول قاعده البيانات؟ احنا كتبنا كده عشان نفهم، لسه ما كتبنا. المفروض نكتب هنا بقى ايه المعلومات دي، المفروض نكتب الايه المعلومات ديت. طيب لازم اكتب المعلومات دي الاول قبل ما اعمل اوبن وقبل ما اعمل ايه كلوز، ولو حصل اي مشكله في الاوبن او في الكلوز هيضرب. هي ايه؟ هيضرب. طيب حلو، اكتب هنا ايه بقى؟ ايه المعلومات اللي توضح ازاي اوصل لقاعده البيانات؟
اروح على السوليوشن اكسبلورر. عارفين السوليوشن اكسبلورر؟ اللي هو فيه كل الملفات بتاعه المشروع بتاعي بالاماره. في فورم 1 اللي هي بتاعت لوجن, وفي فورم اف ار ام سايت صح, وفي جوه فولدر اسمه ريسورسز في الصوره بتاعت الانلوك او الـ او الاف اللي هي اف بطل راغ. ايوه خلاص حلو قوي. وفي ملفات تانية بس عايز اكد لك عليه بقى ان مش دي كل حاجه ظاهره على فكره. طبعا تفتح تلاقي ايه دروس كده يقول لك ده في اف ار ام سايت ده الشاشه, وفي الاف ار ام سايت ده الايه الكود, ده الايه الكود وهكذا. قلت له ماشي ماشي. وفي حاجات تانية مستخبيه اللي هو الفولدرات بقى اللي هو البن والديباج, فاكرين المكان ده؟ فانا عايز اظهر المستخبي. مستخبي اجي هنا كده مفيش هنا هتلاقيها مزاره كده. لو لقيتها مزاره هنا مستخفيه كبر شويه كده هتلاقي نوت اري ايقونات تانيه ظهرت اهي. فينها هتلاقي ايقونه هنا اسمها شو اول فايلز, وريني كل الملفات. لو فتحت دوست عليها كده طلع لي هنا حاجات كتير صح. ادوس عليها تاني تختفي, لا ادوس عليها عشان تظهر كلها. والاقي فولدر اسمه ايه بن, افتحه الاقي جوه فولدر اسمه ايه ديباج, افتحه الاقي شويه ملفات كتير منهم قاعده الملف بتاعت اللي اسمها ويب سايت دوت اي سي سي دي بي. اي سي سي اللي هي اختصار كلمه اكسس, دي بي اللي هي الداتابيز بتاع الاكسس. هي الداتابيز بتاعت مين؟ بتاعت اكسس. معايا الناس ولا سرحانه؟ سرحانين طبعا, بيلعبوا في الموبايل مش فاضيين. ادي ايه ويب سايت دوت اي سي سي دي بي. دبل كليك عشان تفتح قاعده البيانات, هتحمل وتتفتح لك الداتابيز هنا جوه الفيجوال, هنا جوه فوق جوه الشاشه اسمها سيرفر اكسبلورر. جوه الشاشه اسمها ايه؟ سيرفر اكسبلورر. فتحت لي ايه؟ لو جيت بس الاقي تيبلز, لو جيت تحت تيبلز الاقي ان في جدول اسمه ماي يوزر, جدول اسمه ويب سايت, وراني الداتابيز من جوه كل حاجه بس من جوه مين؟ الفيجوال. بس انا عايز اربطها بالكود. اجي هنا كليك يمين على كلمه الداتابيز بتاعتي على كلمه ويب سايت كده واختار بروبريتيز. خد بالك انا مش ببرمج, انا بوريك خطوات. كليك يمين واخترت ايه؟ بروبريتيز الخصائص. لقيت من ضمن الخصائص خاصيه اسمها ايه؟ كونكشن سترينج. هتلاقي مكتوب فيها ايه؟ كلام كتير اللي انتوا شايفينه ده كده. هو ده نص الاتصال, هي دي المعلومات اللي بتوضح له ازاي يوصل لقاعده البيانات اللي انت عملتها. لو عملت دبل كليك عليها كده, دبل كليك هنا علمك على الكلام كله. كليك يمين خده كوبي وتعالى هنا عند كلمه كونكشن سترينج ما بين علامتين تنصيص واعمل ايه؟ كليك يمين واعمل ايه؟ بيست. كده يبقى جبت كل الايه؟ المعلومات اللي بتوضح له ازاي يوصل لقاعه البيانات. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خطوات كتير. مش كتير ولا حاجه. عشان انت بس ما تعودتش عليها. من السوليوشن اكسبلورر شو اول فايلز, اخش بن ديباج, دبل كليك على قاعده البيانات اتفتحت لي في شيء اسمها سيرفر اكسبلورر. وقفت على قاعده البيانات كليك يمين بروبرتيز لقيت خاصيه اسمها كونكشن سترينج, كوبي بيست. شفت سهله ازاي؟ خلصت اسهل طبعا. نعم. اي شاشه زميلي بيسال سؤال مهم, اي شاشه ضاعت منك وعايز تلاقيها او مش عارف تجيبها او تجيبها منين او الكلام ده كله, من فيو ودور عليها. يعني انت مش لاقي سوليوشن اكسبلورر من فيو سوليوشن اكسبلورر, مش لاقي السيرفر اكسبلورر يبقى من سوليوشن سيرفر ايه, من فيو سيرفر اكسبلورر. مش لاقي التول بوكس يبقى من فيو. فين التول بوكس؟ وتول بوكس. مش لاقي اي حاجه مش لاقيها, مش لاقي كود من فيو وكود, مش لاقي الديزاين من فيو والديزاين, اي حاجه مش لاقيها من قائمه فيو. فما تتوهش ابدا. يبقى فتحت من فيو سوليوشن اكسبلورر وفي الايقونه اللي فوق اخترت شو اول فايلز, ودخلت على فولدر اسمه بن, فولدر اسمه ديباج, لقيت قاعده البيانات اللي هي دوت اي سي سي دي بي, دبل كليك عليها اتفتحت لي نفس قاعده البيانات بس جوه السيرفر اكسبلورر.
وتعمل عليها كليك يمين واخترت بروبرتيز لقيت الخصائص، خدت خاصيه الايه كوليكشن سترنج دبل كليك خدتها كوبي وقمت حاططها هنا ايه بيست، وهي دي بعض المعلومات اللي بتوضح له كيفيه الوصول لقاعده البيانات. طب ما نجرب، اعمل ستارت كده رن، دوس على لوجن، قال لي تم فتح قاعده البيانات، وقاعده البيانات دلوقتي مفتوح وما زالت مفتوح. ليه؟ عمل اوبن وطلع مسج بوكس وواقف مستنيك عند مسج بوكس. اول ما ادوس على اوكي الداتابيز تحصل لها ايه؟ كلوز اتقفل. لما ادوس على اوكي، دوس على اوكي كده الداتابيز اتقفل. طب ايه دليلك؟ قلت له بص مش احنا حاطين البرنامج فين؟ افتح كده كنا حاطينه على الدي على فيجوال بيزك واكسس. هو مشروع اسمه ايه؟ اسمه ويب سايت. وادي الويب سايت، وادي بن، وادي ديباج، وادي قاعده البيانات اهي صح. ودوت اللي هو دوت اي اف سي ده ده البرنامج بتاعنا. ممكن نشغله من هنا من غير الفيجوال ستوديو على فكره، يعني اهو لو قفلت كده المشروع من هنا وادي الفيجوال ستوديو، قفلت الفيجوال ستوديو كمان بقى عندي ادي الداتابيز، وادي عندي مين البرنامج. على فكره ما تيجي تدي حد تدي له الملفات دي بس، لكن الكود ما تديهوش. لو عايز تجرب دوس على كلمه السايت دبل كليك اشتغل اهو من غير ايه من غير فيجوال خالص. وادي قاعده البيانات، بص معايا كده الملفات بتاعتك ايه، دوس على لوجن تم فتح قاعده البيانات. لاحظ ايه اللي حصل، في ملف فتح هنا صح اسمه ال اي اي سي سي دي بي، ده ملف وهمي كده بيتفتح لما يكون الداتابيز مفتوحه وشغال عليها. اول ما ادوس على اوكي الملف الوهمي ده بيروح، لو دوست على اوكي الملف الوهمي ماله اختفى، دليل ان قاعده البيانات خلاص الشغل بتاعها انتهى. لما يبقى في شغل مع داتابيز الاقي ان الملف ده ايه ظهر اهو اهو، عشان في شغل مع داتابيز. اول ما اعمل اوكي الملف ده ماله اختفى، نشوف مع داتابيز ايه انتهى. وبكده اكون عملت اوبن لقاعده البيانات. حد ليه اي سؤال في الموضوع ده؟ افتح الفيديو اسئله تاني. نعم لغايه دلوقتي ماليش دعوه بالموضوع ده كلاسات خالص. طيب لا يعني الشرح ده لسه ا ب سواء كنت بالطريقه دي او بالطريقه دي. تعال نبص على الكونكشن سترنج اللي احنا خدناه كوبي بيست ده. ليه؟ عشان هو كده يعني انت يكتب زي ما هو. عايزين نقرا بس الكلام اللي خدناه كوبي بيست ده نعرف كل واحده معناها ايه. بروفايدر يعني ايه البروفايدر؟ البروفايدر دي بحدد فيها انه قاعده بيانات هشتغل عليها، انه قاعده بيانات ايه؟ يعني لو انا اوراكل مثلا هكتب اولي دي بي مش عارف او ار اي اولي دي بي مش عارف ايه. لو انا اس كول سيرفر هكتب حاجه معينه. لو انا ماي سيكول هكتب حاجه، يعني بعرفه انه قاعده بيانات هشتغل عليها. فقلت البروفايدر بيساوي مايكروسوفت دوت اي سي اي اللي هو اكسس يعني. من خلال الاولي دي بي فيرجن كام 12 فيرجن 12 خلاص كده. يبقى كده البروفايدر دي معناها نوع قاعده البيانات، معناها نوع ايه قاعده البيانات. بعد كده في حاجه اسمها داتا سورس. داتا يعني البيانات، وسورس يعني مصدر ليه مصدر بيانات، يعني البيانات بتاعتك تجيبها منين. قام اديله الباص قال لي على الدي جوه فيبي دوت نت جوه اكسس 2 جوه ويب سايت جوه ويب سايت جوه بين جوه ديباج، هتلاقي داتابيز اسمها ويب سايت دوت اي سي سي دي بي. يبقى ده الباص بتاع قاعده البيانات. الباص بتاع مين؟ قاعده البيانات. وفي حاجه اسمها بيرسيست سكيورتي انفو، هل انت متوافق مع نظم الصلاحيات او السكيورتي او الامان؟ قلت له ايه؟ ترو، يعني ماشي تبع السكيورتي والنظام بتاع الامان بتاع الاكسس ده. خلاص كده؟ حلو. بس اللي هيحصل ايه بقى؟ احنا اتفقنا انك لما تيجي تدي الناس، لو انت بتعمل مشروع ده لحد هتدي له الايه؟ الفولدر ده بس، مش هتدي له كل الايه؟ كل البرنامج بكل الملفات بكل الاكواد، لا تدي له الفولدر ده بس. الحقيقه لو انت خدت الفولدر ده اللي اسمه ديباج ده كوبي
ووديته في اي حته عندك في اي حته تاني عندك مثلا على الديسك توب, ما انت هتديه لليوزر, اليوزر يحطه فين؟ في اي حته او في اي حته زي ما هو زي ما مزاجه ويجي يشغله. تعال نشغله بقى كده اشتغل عادي. اما جيت اتصل بقاعه البنات قال لي تم فتح قاعه البنات, بس بص كده القاعه بقت اتفتحت ما اتفتحتش. امال ايه اللي حصل؟ ده هو راح فتح قاعه البيانات الثانيه اللي في الباص اللي انت محدده له, اللي في الباص اللي على الدي, مش قاعه البيانات اللي هنا, مش قاعه البيانات اللي ايه اللي هنا خالص. ده كده مش هتفتح اصلا. لو ايه يعني لو انت خدته قط ووديته في حته ثانيه مش هيشتغل, مش هيلاقي الداتابيس في المكان ده. فكده هو بيشغل قاعده البيانات الثانيه. قلت له لا 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 انا مش عايز كده خالص, ما انا عايز ايه؟ قلت له انا عايزك تفتح قاعده البيانات اللي جنبيك اللي في نفس الباص اللي انت فيه, قاعده البيانات اللي في نفس الباص اللي انت فيه. يعني قاعده البيانات البرنامج بتاعك فين؟ اهو على الباص ده اللي هو على السي يوزرز اورا جافا ديسكتوب ديباج, يبقى هو ده الباص اللي هتلاقي فيه الداتابيس. لو انا فاتح باص ثاني يبقى في الباص الثاني, مطرح ما انت بتشغل المشروع, مطرح ما انت بتشغل الايه. طب اقولها له ازاي في البرمجه؟ مش عايزك تفهم الباص ده, انا عايزك مطرح ما انت عايل في المشروع اقولها له ازاي دي بقى. يبقى مش عديه بقى ولا فيجو دوت نت ولا اكسس مش عارف ايه ولا ويب سايت ولا ويب سايت ولا بن ولا ديباج, اشيل الباص ده كله من اول الدي او الاي او الاف او الجي او الاتش او اي حاجه, عشان كمان لو نقلته على فلاشه ينفع يشتغل. لكن كده بالباص المثبت ده لو نقلته على فلاشه مش هيشتغل, لانه هيلاقي الباص مش موجود او غلط. انا بقى عايز اقول له لا, الباص ده من اول الاس سي او الدي او الاي او الاف او الكلام ده كله لغايه فولدر الديباج ده مش عايزه خالص, انا عايزك تعرفه لوحدك. اعملها ازاي دي بقى؟ امسح كل الكلام ده من اول السي او الدي او الاي او الاف او الجي او الاتش لغايه فولدر اسمه ايه ديباج, كل الكلام ده اشيله. وعايز اكتب له كود اخليه يعرف المكان اللي هو شغال منه. يعني لو هو اشتغل على الدي يقرا الدي, لو هو اشتغل جوه فولدر اللي اسمه بن ديباج يشتغل من الفولدر اللي اسمه بن ديباج, لو اشتغل على الديسك توب يقرا على الديسك توب, لو اشتغل مطرح ما يشتغل يعرف الباص, مطرح ما يشتغل يعرف مين يعرف. اعملها ازاي دي؟ امسح الكلام ده كله واعمل علامتين تنصيص زائد زائد علامتين تنصيص. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني كلمة بروفايدر ومايكروسوفت والكلام ده كله لغاية هنا ده كلام ما فيهوش مشكلة, لغاية هنا الحتة دي على بعضها زي ما هي ما فيهاش مشكلة صح؟ وهنا هكتب حاجة اقول لك عليها, وهنا هكتب حاجة اقول لك ايه؟ اقول لك عليها. وبعدين هتلاقي فيه ايه؟ ويب سايز داتابيس ديت والكلام ده كله. لكن هنا بقى في النص عايز اقول له ازاي يوصل للباص اللي اشتغل منه البرنامج, ازاي يوصل الباص اللي اشتغل منه الايه البرنامج, اقولها له ازاي, اقولها له ازاي. او بلاش الطريقه بتاع سيستم دوت اي او, اقول لكم على طريقه ثانيه اسهل. احنا شلنا من اول, ارجع ثاني كده معلش, ايوه لغايه هنا احنا بقى نشيل اول الدي او السي او الاي او الاف لغايه الفولدر اللي اسمه ايه ديباج صح كده, هنشيلهم ونعمل ايه فيرتيكال بار كده وفيرتيكال بار كده تاني, واكتب ما بينهم داتا الدي كابيتال, الدي كابيتال دايركتوري, بس ما بين الايه الفيرتيكال بار دول. عارفين الفيرتيكال بار دول؟ هتلاقيه كده على الكيبورد في زرار عامل كده, هتلاقيه كده يا اما جنب ال, هتلاقيه يا اما جنب يا اما فوق الانتر يا اما تحت الانتر كده خلاص. شيفت شيفت ودوس على الزرار دوت هيعمل لك العلامه الواقفه دي, العلامه الواقفه دي والعلامه الواقفه دي. معناها ايه بقى؟ داتا دايركتوري يعني روح على الفولدر الطبيعي اللي المفترض ان يتشال فيه قاعده البيانات, هتلاقي قاعده البيانات اسمها ويب سايت دوت اس سي دي بي. مش احنا شلنا جوه فولدر اسمه بن وفولدر اسمه ديباج, ده الفولدر ليه اخترت انا ده بقى في الاول لما قلت لكم في المشروع في الاول, اخترت ان ده المكان الطبيعي اللي بتحط فيه قواعد بقى, ده المكان الطبيعي بتحط فيه قواعد الايه. فانا لما اجي اقول له داتا دايركتوري
معناها ايه؟ روح على المكان الطبيعي اللي المفروض يتشال فيه قاعده البيانات، هتلاقي قاعده بيانات اسمها websites.accdb. بس فيها مشكله كده؟ يبقى كده بدل ما ثبت الباص قلت له لا مش هثبت الباص، انا اقول له داتا دايركتوري، يعني هقول له روح على المكان الطبيعي ومن جوه الطبيعي اللي بيتشال فيه قواعد البيانات، ومن جواه هتلاقي فيه فولدر اسمه ويب سايتس على طول بيشتغله كده. بقى من اي مكان هي ايه هيشتغل اشياء قاعده البيانات اللي تخصه، قاعده البيانات اللي ايه تخص. لو جربنا كده ادوس على ستارت او ران، ادوس على لوجن، طلع قال لي تم فتح قاعده الايه البيانات. وبكده نكون قدرنا نعمل كونكشن على الداتابيز، قدرنا نخلي الفيجوال يقدر يتكلم مع مين، مع الاكسس بس، يقول لها ازيك ويفتح الداتابيز ويقفل مين داتابيز بس. كل ده اللي هو قد ايه يعني، كل ده اللي هو ايه يعني. بص كده، كل ده شرح، كل ده اللي هو ايه، سطر تعريف وسطر بتاع كونكشن سترينج، اوبن كلوز. هو ده كتير، ده قليل جدا، بس هو عشان احنا شرحناه بالتفصيل بس فخد مننا وقت. لكن انت جيت بصيت للكود في الاخر صغير، مفيش غير الكونكشن سترينج بس هو القصه. اما عرفت متغير قلت له اوبن وقلت له كلوز ما يعتبرش كود، صح ولا لا؟ فالكود صغير لكن انا شرحته لك بالتفصيل فخد مننا وقت بس، فوجعت دماغك بالتفاصيل. كنت ممكن اقول لك كده خلاص خبط لزق وخلاص، بس انا حبيت اشرح لك بايه تفصيل الممل، كل نقطه وكل حرف مكتوب هنا ليه. خلاص كده؟ في مشكله؟